بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم حرص شديد زي ما ذكرنا قبل كده على اتباع هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حرص على اتباع كل شيء، وكمان حرص على نقل كل حاجة تعلموها من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بعده، لا سيما مثلا في أمر مهم وخطير زي أمر الصلاة، الصلاة التي هي عماد الدين. اللي بينكر السنة النبوية وبينكر ثبوتها هو منكر لفرضية الصلاة. أمرنا بالصلاة في القرآن الكريم، لكن شكل الصلاة وكيف نصلي تعلمناها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خلال ما رواه أهل الحق والعدل الصحابة الكرام ومن تبعهم إلى أن وصل إلينا هذا العلم تقي عن تقي. عرفنا إزاي شكل الصلاة وماذا نقول فيها وهيئات الصلاة والأركان والسنن وخلافه من العلوم المتصلة بهذا من خلال استقراء الحديث النبوي الشريف. إحنا قلنا امبارح في حلقة أمس وذكرنا بحديث مالك بن الحويرث، وقلنا إن إحنا هنشرح الحديث عشان من خلال شرح الحديث نفهم قد إيه خطورة من يكذب أو يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا مالك ابن الحويرث الصحابي الجليل بيحكي ونذكر بذات النص، وحنضيف إليه نص تاني عشان نشوف اتعلم إيه سيدنا مالك من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد كده علم قومه ما تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام وانتشر هذا العلم. سيدنا مالك بن الحويرث بيقول: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون. إحنا كلنا قريبين من بعض في السن وشباب، وكلنا أعمار متقاربة جدا. فبيقول: فأقمنا عنده صلى الله عليه وسلم 20 يوما وليلة. وبعدين بيقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا،
طبعا هم جايين للنبي عليه الصلاة والسلام من مكان بعيد، جايين يطلبوا الحديث من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتعلموا إزاي العلم، وإزاي يؤدوا العبادات، وإزاي يقوموا بالمعاملات، وإزاي يعني يقومون بحق الله سبحانه وتعالى وحق العباد في سلاسة ويسر. هم جايين قاطعين مسافة عشان يقعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتلقوا العلم، وفرغوا نفسهم الأيام دي العشرين يوم وليلة لتلقي الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. وبيوصف سيدنا مالك بن الحويرث مدى ما رآهم من رفق النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول كان رحيما رفيقا. وبيقول السبب لما ظن، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا مالك بن الحويرث، بيقول فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، بدأ يعرف يتفقد أحوالهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف مين منهم اللي متجوز ومين اللي لسه متجوز، مين اللي له أب وله أم له أولاد. فهو بيقول سألنا عمن تركنا، مين اللي احنا سبناهم وجينا له بعدنا، فبيقولوا أخبرنا، احنا قلنا له الوضع بتاعنا إيه. قال ارجعوا، النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما اداهم جرعة الحديث المطلوب أن يكونوا يعني ياخدوها ليعملوا بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما علمهم وهم تفرغوا هذا الزمان لتلقي العلم، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. هيعلموهم اللي تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده في الحديث جاء إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. النبي علمهم عليه الصلاة والسلام كيف يصلون كما سنرى في المروية الثانية. صلى قدامهم وراهم إزاي يصلوا بالتفاصيل، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. قال لما يجي وقت الصلاة لازم يكون في رفع لهذه الشعيرة، شعيرة الأذان، سواء كنتم سافرين أو كنتم مقيمين حد يرفع الأذان إذا جي وقت الصلاة، ويأمكم أكبركم سنا. وحنفصل الكلام في معنى هذا الحديث. وها هو بعد ما تلقى سيدنا مالك بن الحويرث العلم من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعد أن تعلم أصبح يعلم، وامتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام علموهم ومروهم، ما ترجعوا لأهلكم أقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. هيعلموهم إيه إلا اللي هم تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يقول مالك، يقول بيقول لبقى القوم ألا أنبئكم عن صلاة رسول الله، أو ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحب أقول لكم إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي؟ وبعدين بدأ يشرح لهم إنه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، وذاك هو بيقول مالك، لما النبي بدأ يعلمنا يعني ده ما كانش ذاك في غير حين صلاة، يعني ما كانش وقت صلاة مفروضة أو شيء. فبيقول فقام، يعني كانت النبي بيتطوع بالصلاة عشان يعلمهم، فقام ثم النبي قام في الصلاة اللي هو ركن القيام، وبدأ يوريهم النبي إزاي صلى، وقف إزاي، وبعدين ثم ركع فكبر، ثم ركع يعني ركع الأول وبعد كده قال إيه الله أكبر، ثم رفع رأسه فقام هنية، يعني بعد ما قام من الركوع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام مش على طول راح يهوي إلى السجود، لا، فقام هنية، يعني استنى شوية بعد أن من الركوع، انتظر حب، وبعد كده ثم سجد. الصلاة بتؤدى، هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رفع رأسه هنية بين الإيه؟ بين السجدتين، مش على طول ورا بعض يركع وبعدين يسجد ويقوم بسرعة زي ما كتير مننا بيقوم بكده، هقول بعض مننا بيقوم بكده، لا، كانت الصلاة بتؤدى بهدوء. فبيقول ثم رفع رأسه هنية، وبعدين الراوي بيقول فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا،
الشيخ بتاعهم اللي هو نبي عليه الصلاة والسلام أقاموا فيهم برضو، وكان عمرو بن سلمة، وهو كان بيصلي بنفس الهيئة اللي تعلمها. فهو بيقول نفس الصلاة اللي علمها لنا مالك بن الحويرث هي ما كان يعلمها لنا شيخنا عمرو بن سلمة. قال أيوب، أيوب ده اللي هو راوي الحديث، راوي الحديث، بيقول كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. يبقى في رواية إن بيحكي لنا مالك بن الحويرث عن الأيام اللي قعدوها، وراحوا قعدوا عند النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتعلموا ويتلقوا الحديث. وبعد كده الرواية الثانية اللي بيرويها عنه التابعي كان أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، بيحكي بقى إزاي لما رجع مالك بدأ يعلم قومه إزاي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا العلم ماشي إزاي. الراوي أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، ماشي العلم هكذا. وبعد كده بيعلق كمان الراوي إن نفس الطريقة دي في الصلاة إحنا تعلمناها من الشيخ الكبير من عمرو بن سلمة، أو تعلمها إياه. فدي طريقة تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين إرساله بعد ما بيعلم الناس لأقوامهم كي يعلموهم ما تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده بيوضح في سيدنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه، بيوضح لقومه كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم ألا أريكم إزاي كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت صلاته. وكان ده النبي بيدربهم عليه في غير وقت الصلاة المكتوبة، يعني كانت من النبي صلاة تطوع بقصد التعليم. يعني أنا ينفع أفترض صلاة كده عشان أعلم الصغار أو أعلم طلبة العلم؟ نعم، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول صلاة تطوع من أجل التعليم، ليست بفرض ولا نافلة. فلما شرع مالك ابن الحويرث رضي الله عنه في الصلاة، قام رضي الله عنه وكبر للإحرام، كبر الله أكبر للإحرام، بيوريهم كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم. ثم ركع الأول فكبر، فكان التكبير بتاع للركوع بعد الركوع مش قبل الركوع. ثم رفع رأسه فقام هنية، زي ما قلنا إنه رفع رأسه من الركوع، وهكذا لابد إنه يصلي المصلي يرفع رأسه من الركوع يستنى شوية، مش على طول ينزل للسجود. هنية كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني وقف قدر يسير بين الركوع والسجود. وبعد كده سجد، ثم رفع رأسه هنية بين السجدتين، يعني المراد إنه يجلس بين السجدتين وقت يسير، وبعد كده يسجد السجدة التانية. ثم أخبر التابعي أبو قلابة عبد الله بن زيد إن سيدنا مالك التابعي، يعني التابعي هو الذي رأى الصحابة ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى الصحابة وكان مسلما وظل على إسلامه إلى أن مات، شاف صحابة رسول لكن ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بيروي إن هو الراوي إن مالك بن الحويرث رضي الله عنه صلى بهم صلاة مثل التي يصليها عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وكان شيخهم وإمامهم. شوف توافق العلم، وإن بيجي من أكتر من طريق بهذه الصورة، فكيف نقول إنه السنة يعني لم تثبت ولم تأتينا من طرق كثيرة؟ ده كلام هراء مجافي للعلم ولحقائق العلم. راوي الحديث أيوب
بيقول اللي هو راوي الحديث عن أبي قلابة، قلنا رواه أيوب عن أبي قلابة، أبو قلابة من طلبة عمرو بن سلمة رضي الله عنه، إنه كان بيعمل شيء لم يرى غيره يفعله، وهو إنه كان بيقعد، هو بيوصف كده صلاة مالك بن الحويرث اللي تلقوا عنه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبيقول إنه كان بيعمل حاجة، إنه كان بيقعد في الركعة التالتة والرابعة، يعني بين التالتة والرابعة. إزاي؟ المراد إنه كان بيقعد بين السجود التاني في الركعة الوترية وبعد كده يقوم بعدها، وهي اللي بتسمى جلسة الاستراحة. يعني إيه؟ يعني ركعات مثلا نقول الصلاة الرباعية، الركعة الأولى دي وترية، الركعة التالتة وترية، فبيجي في الركعة الأولى بعد ما خلص السجود الثاني في سجدة أولانية سجدة تانية، يقوم بعد السجدة التانية النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما بيقومش مرة واحدة، لا يستنى شوية وبعد كده يقوم للركعة التانية، بيعمل نفس جلسة الاستراحة دي في الركعة التالتة، يجي بعد السجود الثاني بعد ما يخلص السجدة التانية يقعد هنية، يقعد شوية شوية كده وبعد كده يقوم قايم للركعة الرابعة. ده بيكون فين؟ في الركعات الوترية، يعني إن تلك الجلسة اللي بتسمى جلسة الاستراحة هي إتمام للركعة كما قال الفقهاء، وفيها نقاش علمي بين الفقهاء إنه هذه اللي أخبرهم أو إنه ما أخبرهم به مالك ابن الحويرث رضي الله عنه بعد أن فرغ من صلاته ووراهم إزاي النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي. بس عايز أكد على جلسة الاستراحة، إن إحنا مثلا في لو الصلاة ركعتين زي الصبح، يبقى في الركعة الأولانية بعد السجود الثاني نقعد شوية وبعد كده أقوم أجيب الركعة الثانية، ركعات الرباعية الركعة الأولى والركعة الثالثة اللي هم الركعات الفردية، الركعة الأولى بعد السجدة الثانية بقوم قايمة قاعدة شوية وبعد كده أقوم للركعة الثانية. طب لو كانت الركعات زي المغرب ثلاثة، هيبقى ده في الركعة الأولى، لأن الثالثة خلاص بعدها بيكون الختام الصلاة. بعد كده أخبرهم سيدنا مالك ابن الحويرث هو بيعلم قومه رضي الله عنه، انه بعد ما خلص، يعني بعد ما علمهم كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، انهم اتوا الى النبي عليه الصلاة والسلام بعد اسلامهم واقاموا عنده واستأذنوه في الرجوع الى اهليهم، وادن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبرضو اكد النبي عليه الصلاة والسلام على التالي، اخبرهم بمواقيت الصلوات التي يجب عليهم أن يصلوا، الميقات بتاع أو ميعاد صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وأمرهم بعد ما بين ليهم مواقيت الصلاة، إحنا عرفناها من الحديث مش من القرآن، أمرنا بالصلاة وبينت السنة كيف تكون الصلاة، بينت المواعيد وبينت، وأمرنا في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واللي بين مواقيتها حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلمها للصحابة الكرام وهكذا إلى أن وصلت إلينا. فإذا أنا النهاردة بأطعن في السنة، فأنا بطعن في هذا العلم العظيم، هذا الوحي، وبطعن كذلك في القرآن الكريم، ما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب أنا هعرف منين اللي ادهوني النبي واللي نهاني عنه النبي إلا من الحديث الشريف؟ يعني حاجة بالمنطق وبالعقل. وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام زي ما أخبر مالك بن الحويرث، أمرهم إنه إذا دخل وقت الصلاة سواء في حضر أو سفر، إنه يؤذن لها أحده، إن واحد منهم يقوم بأداء شعيرة الأذان ليعلم الناس بدخول الوقت، وإن يأمهم للصلاة أكبرهم سنا. طيب هنا سؤال مهم، وهو كيف يأمهم أكبرهم سنا والنبي عليه الصلاة والسلام يعني له حديث آخر يقول فيه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله؟
اللي هو جاء كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. نجمع بين الحديثين بأن أنه يتقدم للإمامة بالسن ويؤخذ أو يعتبر للسن لما يستوي الحاضرون للصلاة في القراءة، مثلا 20 مصلي، العشرين دولت هقول منهم 10 أو 5 حفظة متقنون للقراءة ومستوى واحد في العلم. طيب مين اللي هيقوم؟ ساعتها هنشوف من أكبرهم سنة. يبقى أول حاجة لازم يكونوا أقرأهم، يعرفوا يقروا، يعرفوا يؤدوا القراءة، يعطوا للقراءة حقها ويكونوا أصحاب علم في هذا المجال. طيب استووا في العلم، يبقى بيقدموا بعد كده الخطوة اللي بعدها بيقدموا في السن. الإسلام وضع نظام حتى في الإمامة في الصلاة، وإحنا بنتعلم هذا النظام من القواعد اللي حطها هذا الشرع الشريف. وحتى ده مسألة التقديم بالسن مفهوم جدا من قصة مالك ابن الحويرث والشبيبة اللي كانوا معاه ساعتها، لأنهم أسلموا مع بعض وهجروا مع بعض وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموا النبي عليه الصلاة والسلام استقاء العلم، واستووا في مسألة العلم، في مسألة الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى ما يتميز به بعضهم عن بعض إلا أنه مسألة السن. فإذا استووا في المستوى العلمي ساعتها مين اللي حيقوم؟ يختاروا أكبرهم سنا ليؤمهم في الصلاة. الحقيقة الحديث ده سواء الأول اللي بيحكي فيه مالك ابن الحويرث الرحلة اللي راحها وما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بيروي ده عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت المروية الثانية اللي بيحكي فيها أو بيعلم فيها سيدنا مالك ابن الحويرث قومه كيف تكون الصلاة، بتجد معاني عظيمة في هذه، في النظر في هذا الحديث. مشروعية، أولا اتعلمنا جلسة الاستراحة عرفناها من هذا الحديث، عرفنا أن الصحابة مش على درجة واحدة في العلم، في تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في العلم بسنن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن عند بعض الصحابة ما ليس عند الآخر. برضو اتعلمنا من هذا الحديث إن الصلاة في غير وقتها للتعليم، إن يجوز النهاردة بعلم صغار أو بعلم طلبة علم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا عايزة أصلي صلاة قدامهم عشان أعلمهم، لا مانع لأن ده موجود في الحديث. أيضا الحرص على إن إحنا يحرص الإنسان على تعليم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، يبقى أهل البيت يعلموا الأولاد، يتعلموا كيف كانت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإزاي كان بيصلي بهدوء، وإزاي إن هو كان كده مفيش عجلة في أداء الصلاة، وبنتقصى كده وبنتبع سنن النبي عليه الصلاة والسلام وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، نتعلمها ونعلمها لأولادنا. الحديث ده برضو بيعلمنا هذا المعنى. وبعد سياق هذا أو استحضار هذه الأحاديث المباركة وإحنا في مقام بيان منزلة السنة النبوية المطهرة وأهميتها في التشريع، لأنه كنا هنعرف منين مواعيد الصلاة، ونعرف منين إن الظهر، إن صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر والسنن القبلية والبعدية، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، كنا هنعرف منين ده؟ كنا هنعرف منين صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو معلمنا صلى الله عليه وسلم؟ احنا بنأكد من خلال ما نستحضره على خطورة أمر الدين، وإنه هو علم، الدين ده علم قائم على الإسناد والتلقي. فلان خد من تتلمز على فلان وخد منه، وفلان ده تتلمز على فلان وخد منه، وفي علم كبير اسمه علم الرجال بيتلقوا العلم أتقياء، وفي صالحين وعلماء أتقياء اشتغلوا على السند واشتغلوا على المتن. ده علم كبير رواية الحديث، ليس بالهوى والتشهي، نتحمله عمن كان قبلنا ونحمله لمن بعدنا حتى يظل هذا العلم غضا كما جاء إلى أن يشاء الله تعالى. وفي المقام ده وإحنا في ختام هذه المسألة نستحضر قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي يقول فيه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. صدقت يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين.